لله كنطلبوا فهمتي السيد الرئيس ديال الجمعيه باش غادي يجدد الجمع العام باش يحضروا فيه كاع الناس ديال الدوار. هذاك الجمع العام اللي داروا راه ما قبلوش كاع الناس ديال الدوار. علاش ما قبلوش؟ علاش ما قبلوش؟ ما قبلوش اسيدي نيا السبب النهار جمع الناس فهمتي. انا شخصيا جا عندي قال لي ودي راه بغينا نديروا واحد الطلب لوزاره الاوقاف باش غنديروا السمعه ديال الجامع. فاش جاو الناس تما شد من عندهم لاكارت، باش شد لاكارت من عندهم اسيدي نيا راه يغير الاعضاء ديال الجمعيه. داروا جمعيه جديده اسيدي نيا وما حضرش فيها اكثر من نص ديال الدوار. دابا كنطلبوا فين دار الجمع العام؟ فين دار الجمع العام الاول؟ ها؟ الجمع العام الاول فين دار؟ الدار في الدار ديالو، ما داش في الجمعيه، وعندنا المقر ديال الجمعيه هو كاين الدار في الدار ديالو فهمتي. وحنا دابا سيدي نيا راه كنطلبوا فهمتي هاد الناس باش غادي يعاودوا الجمع العام، حضروا فيه كاع الناس ديال الدوار باش الناس ديال الدوار كاع يتجمعوا. ما لقيتوش يعني تلقيتوش شي دعوه ديك الساعه شي استدعاء؟ دعوه سيدي نيا فهمتي لا ما لقيناش دعوه سيدي نيا. قالوا بلي راه غادي نديروا عندي طلب، ما قالوش الناس راه غادي نغيروا الاعضاء ديال الجمعيه وغادي نجدوا نكتب. هذا الشيء اللي كاين. حنا دابا كنطلبوا إعادة أسميتو الجمع العام. الجمع العام هذا الشيء اللي كاين. سي مصطفى السلام عليكم. أصحاب وير الله كيطالبوا بتنظيم جمعية جديدة، بأن هذا السيد بنيشو رئيس جمعية وير الله نظم جمعية في الدار ديالو. الجمع العام. الجمع العام في الدار ديالو وما علم حتى واحد، استدعى غير الناس ديالو ما استدعناش حنا. واحد المجموعه من الدوار ما استدعاش. انت من المنخرطين ديال الجمعيه؟ المنخرطين ديال الجمعيه ولا لا؟ ما تلقيتيش شي استدعاء ديال الجمعيه؟ لا ما تلقينا والو. اذا انتم باش كطالبوا اليوم؟ كنطالبوا بالجمع العام ديال ورلاغ وسميتو والتجديد ديال الجمعيه الجديده باش نحضروا فيها كاملين ونصوتوا ونبغيو الرئيس اللي بغينا اللي بغى الدوار كامل ونبدلوا الرئيس. هذا الرئيس هذا راه تغيير جديد، وهذا الرئيس هذا راه قديم معنا تقريبا شي 12 عام هادي ولا ما عمرو عطانا شي حساب وما عمرو دار لينا والو. وحنا تنبغيو اسميتو باش يدير لنا واحد الاعلان، هذا الرئيس اللي غادي يكون يدير لنا واحد الاعلان في الجمعيه ديال ورلا كل عام يعطينا الحساب ديالو، وهذا هو المهم. كاين شي حاجه اللي غتزيدو حسن؟ الناس اللي كيطالبوا باش يدخلوا الماء راه 70000 ريال رخص عليهم، الجمعيات الاخرين اللي فيتعموا ولا اللي في الشركه 24000 ريال، 70000 راه بزاف على الناس. وكاين عام مساكين في ورلا. الله يحسن العون، راه ماشي اي واحد غادي يجي ويدخل 70000 ريال. لا واش كاينين باقي في ورلا الناس اللي مازال ما استفدوش من الماء؟ باقي بزاف، باقي بزاف. اي وحده مازال ما دخلتش الماء، او واحد مازال ما دخلوش. تنطلبوا شي معنا الجمعيه باش يحسن لينا، راه بزاف علينا هذا الشيء. الجمعيات كاملين عندهم 20 مازال ما دخلتيش الماء؟ 7000 ريال بزاف علينا حنا عام ساكن، كل عام تزيدوا 10، كل عام تزيدوا 10 ما كديناش عليها. كنطلبوا منهم يردوا من بلاصتهم. شحال باش بداوا؟ 30 باش بداوا الاولين. 30 دابا راه واصله 70، ما كديناش علينا حنا عاد راوش. شكرا. ها من؟ ورداش الشيء مغامض غينا هي 40 70 70 انا قالت معشر غير ولا داري وحده ميا ما سحتها كي مضيك مين؟ غير ترقوا. ايوا ترقوا ترتا هي وين ترقوا؟ ايوا وين غير الساغ تغبولا ولا دار الثلاجه ولا دار الغميه ما خضوا حتى انت وري لهم اش مغضوا اش مغضوا يا ورات معيشه صافي طيب هذا ينقص شويه بالنسبه لسميتو بالنسبه للماء واش كتخلصوا شهريا ولا كنخلصوا كل شهرين تنخلصوا الماء ولا في التزام فيه 10 وفي الالتزام فيه 10 تخلي دابا القضيه ديال الماء على حساب شهرين باش يطلع الدوزيام طرونش باش تخلص ب 4 دراهم شي هضره بزاف والانخراط سنويا تيتخلص والطاكس انا غنتان تجمع يعني انا غنتان 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 انا